صباح الخير. تعرفون ماء السبيل اللي ينحط ماء براده وكذا ويجعله ان شاء الله وقف لله، هنا كيف الماء السبيل؟ شوف هذه جربه، اللي ما يعرف الجربه، هذه جربه تاخذ الكوب وتشرب. هنا بعد سبحان الله من كثر الاصداف حتى الصبه يخلط فيها اصداف، يعني هذه صبه يخلطون معه أصداف. شوف طبعا هذه الأرض عادية تراب، سبحان الله في كل مكان. مساكم الله بالخير. رحلة الماضية لموريتانيا ورحلة العودة، لبست الزي الموريتاني برحلة العودة وحجزت من نواكشط لإسطنبول، من إسطنبول للرياض، وكان علي الزي التقليدي هو الدراعة الموريتانية. وصلت المطار، ولكن إنه الانتظار بالمطار مدة طويلة حوالي 8 ساعات، فطلبت من الخطوط التركية إني آخذ على إسطنبول تور، جولة سياحية داخل إسطنبول. ففي جروب موجود، فدخلنا مع جروب وأنا لابس الدراعة، صراحة ما أخفيكم يعني لبس الدراعة والناس كلها بدل في المطار وانا لابس الدراعة ولابس العمامة هذه، يعني كل الناس يشوفونك يعني منظر، يعني والله كأني يشوفوا ارهابي وسامة بن لادن ايش هذا. طبعا الجولة السياحية مع الجروب هذا زرنا جامع السلطان وآيا صوفيا والمتاحف الاسلامية الموجودة، وحنا نمشي وانا لابس الزي الموريتاني. ولكن كيف اكسر حاجز الرهبة من الناس، خاصة وانا لابس الزي هذه؟ أوريكم صور. طبعا الجروب من مختلف أنحاء العالم، من ألمانيا، من أمريكا، من إسبانيا، من البرازيل، مختلف الجنسيات، في بعض من شرق آسيا. ولكن يوم جيت السوق الكبير البازار طلبت من القايد بداية هذا الزيارة، وطلبت منه أني أباشر على المجموعة آيس كريم قيمته ريالين حاجة كذا، فاستأذنت منه ورحت وباشرت على كل المجموعة، تقريبا عددهم والله بالعشرين. وعقب ما شريت ودرت عليهم أعطيهم واحد واحد الآيس كريم ودور عليهم، توهم ارتاحوا لي. شوف دهنا فلوس، فلوس فلوس تغير نفوس والله. توهم يسألون وشو اللبس هذا، انت من وين جاي، وكل يسأل لا أنا سعودي وهذا زي موريتاني أنا رحلتي. بدأ يسولفون ويسألون سعودية وين تقع، موريتانيا وين تقع، فبدأ إيش الأخذ والعطاء. وبعدها تغير الوضع 180 درجة. بعدها كل من جاء قال ممكن أصور معك؟ أوكي. والله بدون يصورون المجموعة يمين ويسار ويصورون عشان اللبس شكله غريب فيصورون. يوم دخلنا المتاحف جو الجروبات الثانية كل من شافن ويصورون ممكن نصور ممكن. والله إني سويت أزمة بالمتاحف شيء فوق الطبيعي. يعني هم ما هو حبهم فيه ولا ما يعرفوني، ولكن الشكل الزي نفسه مع المتاحف الإسلامية يعطي شيء آخر. أبنقل لكم بعض الصور اللي صورتها معهم ومع المجموعة وقت الغداء والمعارف، وفي ناس تعرفت عليهم ولها الحين معي على واتساب.